في اسماعيل جاكي تي دقيقه 38. النادي الصفاقسي حقق المهم في انتظار الاهم وهو اقتطاع ورقه العبور للدورة القادم من كاس الكونفدرالية الافريقيه. قبل ما نمشيو للاستديو التحليلي مراد في كلمتين نادي الصفاقسي ورينا وجهين يعني في الشوط الاول. تقدم مستحق هو قبل كل شيء خاطر 1-0 ومعناها تقريبا هذاك ثمره المجهود اللي قام بها. ابداع عمل 21 دقيقه ممتازه سريعه ممتازه 10 دقائق انخفض شويه النسق ابارتي من دقيقه 32 رجع النادي الصفاقسي المستوى نتاعو حتى جاء الهدف. دونك هنا كيفاش باش يتصرف الاطار الفني كريم دلوم مع الشوط الثاني؟ صحيح المنافس باش يخلي بعض المساحات، اسكو النادي الصفاقسي باش يمشي يحاول باش يسجل الهدف الثاني والا باش يقول لك يزي سجلت هدفه ونقعد ننتظر ونقعد نسير المباراه؟ خاصه يا حافظ انه ما تنساش نهار الاربعاء عندك مباراه كبيره. لا مش لا ما هناك بلاغ من الرابطه انه المباراه هذه مش تلعب. بون احسن بالنسبه دونك 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 جوستومون دونك فما برشا غيابات هذاك علاش في المنتخب الاولمبي نادي الصفاقسي. صحيح دونك الحاجه الباهيه اليوم النادي الصفاقسي قدام شوط ثاني يلزم يكمل في نفس السياق خاطر ما فماش حتى عندك حتى معناها موعد كبير. دونك تكمل في المردود نتاعك وتحاول باش تاني ورقه الترشح تاخذها من 15 20 دقيقه، اذا كان لا تحاول باش تكمل تجاري وتسير النسق نتاع المباراه حتى التصفيره النهائيه نتاع المباراه يا حبيبي. شكرا لك مراد الرنان في التحليل الفني لهذا الشوط الاول. نذكر مره اخرى مشاهدينا الكرام أنو نادي الصفاقسي يعني تقدم في الشوط الأول بهدف مقابل صفر لإسماعيل جاكيتي. ونمشي الآن مباشرة إلى الاستوديو التحليلي مع زميلي مهدي قاسم وطبعا زبير السيفي عمرو بن طاهر لمزيد التحليل والإضافات الفنية بالنسبة لهذا الشوط الأول. تفضل ليك الكلمة مهدي. شكرا لك حافظ وتحية لمراد الرنان وقاعد نتابع فيه مراد بارك الله كالعادة تحليل نتاعو شافية ضافية وعطاه كل كبيرة وصغيرة خاصة فيما يتعلق بالحكم هنا على أرضية الميدان. هدف مقابل صفر نادي الصفاقسي المفيد عمل خطوة هامة بإذن الله نحو الترشح. صحيح الشوط الأول كان صعيب عديدة ثغرات نقول أنا بالنسبة للسي اس اس اليوم تو نحكي وسيرتو ما فماش نجاعة قدام الكاج كيف فما تسرع كبير وهذا مش أكدوا بعد شوية عمر بن طاهر معاه فوات كبيرة تحكي كيميا وقبلك شويه حتى كنت نحكي مع سيفات حبو سته قال لي اخطاء بالجمله قام بها الحكم اليوم خاصه في توقف اللعب. كالعاده عمر بن طاهر على اليمين زبير السيفي على اليسار اكيد بعد كبسه كبيره على امتداد نص ساعه الاول هدف ديكيتي انعش جماهير ملعب المهيري لهنا على المدارج واعطى حيويه كبيره برشا حتى على بنك بدلاء السي اس اس. هات نبداو عمر شوط اول السي اس اس صعب المسؤوليه على روحه ربع ساعه 14 دقيقه لعب امور كانت 5-5 بعد النادي الصفاقسي تراجع نسبيا. صحيح هذا اللي اكدته انا معناها قبل اللقاء قلت لك راهو النادي الرياضي الصفاقسي اذا حب يسهل المباراه على روحه يلزم ماذا بيه الاربع دراج الاولين لازم يكون يسجل هدف. جات الفرص وبدينا ودخلنا ربع ساعه الاولى معناها كما ينبغي معناها فما تقريب كان نجم نسجلوا هدفين معناها الاولى القائم وبعد الاربع دراج والخمسه دراج اللاعبين نتاعنا بداوا هكا فما تسرع فما معناها هفوات نتاع تمريره حاسمه فهمت هذا الكل راجع وانه كما قلت لك راه حتى بصغر سنهم المباراه وقت اللي ما تعطيهاش حقها وما تسجلش من الاول مش تصعب عليك هذا الكل مش يرجع. انت كنت متخوف من البريسيون اللي تصير على الملاعبيه؟ سي نورمال بريسيون مش تصير على الملاعبيه خاصه اذا كان ما سجلش مش تولي معناها ضغط اكثر من الجمهور ومن حتى في ذات مهمه كملاعبين يولوا يشكوا في رواحهم فهمت يشكوا في الامكانيات نتاعهم. لكن الحمد لله اللي انقذ الهدف هو اللي انقذ الموقف معناها على الاقل كي تدخل في الشوط منتصر معناها بهدف مقابل صفر كمام على الاقل الفريق الخاص مش يحاول باش يطلع شويه ويمكن نجموا نسجلوا هدف اخر. وثاني شيء صدقني معناها اول مره نرى مباراه كما هذه فريمون حكم ما نعرفش كيفاش يعينوا حكم كيما هكا غير فار اول شيء الفار ثاني شيء معناها حتى في القوانين الدوليه معناها اول شيء يطلب منك وقت الاصابه ماهيش خطيره يطلب منك لو بلونكار باش تدخله هذه معناها اضعف الايمان كما يقولوا دخل بلونكار وقت اللي معناها ماهيش اصابه خطيره جدا دخل بلونكار وتخرج الملاعب يداوي لبرا براتيكمون خمسه سته مرات صارت الحكايه خمسه سته مرات لا وشوف الوقت معناها فما المده دقيقه ولا دقيقتين وحكم يناقش مع اللاعبين نتاع الفريق الاثيوبي علاش تناقش انت مو عندك ورقه صفراء اذا كان مؤخرش وما احترمش القانون ويعيط ويصيح عليك تعطيه ورقه صفراء تعطيه كرتون فهمت معناها فريمون الحكم هو اللي خلى المباراه
تطيح معناها بعد الاربع دراج وخمسه دراج الاولانيين اللي تعديتهم سيسيس بارفي، خلى زاد معناها النسق يطيح وزاد فسد المباراه. تو نرجعوا للستريس اللي ولا حتى على كريم دلهوم، على حسين نائب رئيس النادي الصفاقسي، وعلى ليكيب كامل كسوع الصاف الموجود على بنك الاحتياط. زبير عمر حكى على الشوط الاول، الشوط الاول فما حاجات زاد كيف كيف سيسيس يلزم يقرا له الف حساب في الشوط الثاني، فماشي افيكاسيتي قدام الكاش هذا اولا، وفما تسرع للملاعبيه. صحيح، احنا نكمل في الكلام اللي قاله عمر في الشوط الاول. الحاجه الاولى ال 15 دقيقه الاولى ضغطنا على المنافس، المنافس متكتل في الدفاع. الحاجه اللي احنا ما لقينا لهاش حل انه النادي الرياضي الصفاقسي انه يحب يتوغل في عمق الدفاع الفريق الاثيوبي. تسمع فيش قال لك؟ قال لك شوف لي حل. ان شاء الله تو بعد الثمانية على الوطنية الثانية. فهمت؟ يعني قاعدين ندخلوا في عمق الدفاع مع فريق متكتل الكل في الدفاع، يعني 15 دقيقة في البوان فور نتاعنا. في قبل المقابلة أنا ديجا قلت لك مهدي إني قاعد نستنى في أشرف الحباسي وغربال إنهم يكونوا يمشوا على الأروقة، وصارت خرجت مرة يعني جملة ممتازة إنها خرجت من نصراوي، هبطت على علي حسين، رميز عبد الله العمري، تعدى أشرف الحباسي وصار سونتراج كيما عمل بتوغل فردي غربال من شيرت اليمين، وازدواجية متاع دياكيتي ما دخلتش. لكن من المفروض في الشوط الثاني الحلول مش يلزم تكون على الأطراف، يلزم أشرف الحباسي، نعود نقول لك أشرف الحباسي وغربال يلزمهم يطلعوا أكثر للهجوم، يعني الدور الدفاعي الهجومي ديفونسيف أوفونسيف. كما قلت لك هو أشرف الحباسي لاعب هجومي، هو طابع متاعه هو يلعب في الرواق في الرواق الأيمن في الهجوم. فهمت؟ بالنسبة لغربال نعرفه لاعب ممتاز ويجم يوصل هنا، وقت أشرف يبدأ يطلع على الرواق الأيسر تجم تولي اثنين ضد واحد، ثلاثة ضد اثنين، هنا تلقى الحل وتجم تتوغل وتمشي تجي للأهداف. بالنسبة للفريق المنافس في الشوط الأول بعد 15 دقيقة للأمانة شد الكورة شوية في وسط الميدان، دور كورة أي شد الكورة، لكن ما قلقناش. في دقيقة 22 الفرصة الوحيدة اللي جات قدام المهاجم بالحق هيك خلاتنا بدينا ندخلوا في ستريس وبدينا نخموا ان ما نقبلوش هدف، واهم حاجة في المقابلة هذه واحنا رابحين واحد بلاش ما يلزمناش نقبلوا هدف. باهي نرجع انا العمر تو قالوا لي قبلك شويه حكينا على السي اس اس، مش حكيو على الفريق الاثيوبي. الفريق الاثيوبي قاعد يخوف، معناها الكونتر اللي عملها قبلك شويه وكره اوكي مرت بجانب شباك دحمان، لكن ينجم فريق يوجع كما شفناه في لقاء الذهاب، والامتياز كان لدحمان بشات الناس كل، وهنا تحيه لمدرب الحراس عبد الغفار فرجال. باهي نرجع للمباراة الذهاب ومباراة الإياب، راهم مش كيف كيف. كل واحدة والسيناريو نتاعها، كل واحدة والأمبيونس نتاعها. صحيح، مباراة الإياب هما قدام جمهورهم ويحبوا يسجلوا، دونك هما لعبوا الأوفونسيف 100%. حاولوا باش يقدموا هذاك أقصى ما عندهم. أنا حسب ما ريت الفريق هذاك أقصى ما عنده المباراة نتاع الإياب. لكن هنا توا في الرتور وعلى الميدان نتاعنا وشفنا صحيح هي صارت هفوه من الدفاع من وسط الميدان قبل كل شيء مش من الدفاع، لانه العمري خسر الكره هو بعليك صارت اللقطه اللي حكى عليها زبير واللي كانت نجم تكلفنا هدف. لكن بخلاف هذاك انا ما ريتش الفريق الخصم انه طلع ويهدد فينا ولا زوز ولا ثلاثه فرص ولا فهمت. لكن احنا صحيح ما لعبناش معناها بلوك، هو لعبنا ميديا، لكن البينيتراسيون والكور اللي قاعدين نخرجوا فيهم وكل قاعدين باهين، لكن ديما نرجعوا للفينيش والبريسيبيتاسيون هذاك الاستعجال وهذاك الباس التيلانيه فيني فهمت، باش تحطها لصاحبك بتحط له معناها تعطيه كره في بلاتو باش يسجلها. الفريق الخصم انا نراه وانه حتى في الشوط الثاني راهو مش يبدل تومبيرامون خاطر هكا اقصى ما عنده. اما تبقينا يلزمنا نكونوا ياسر حذرين، الدفاع نتاعنا لازم يكون ياسر منتبه معناها خاطر تنجم تصير كونتر لا قدر الله. حتى لي زاكسيون حتى اللي عملوهم هما
ما يخوفوش في وسط الميدان، يلعب لك معناها يعمل لك كاتر تروا ان دو ولا ان دو تروا، فهمت؟ اي اوكي. وبعد فينيش ما عندهمش، معناها ما ريتش انا مهاجمين اللي يهدوا فريمون في الديفونس نتاعنا على الاروقه، ولا مهاجم صريح عندهم قوي وياخذ في كوره ويركع، ما فماش، فهمت؟ دونك الفريق ماهوش يخوف بكل صراحه، ماهوش يخوف، لكن هذا يلزمنا ديما ناخذوا حذر نتاعنا، ويلزمنا اهم حاجه ونعاودها، وانه ديما ربع ساعه الاولى نتاع الشوط الثاني لازمنا نسجلوا الهدف الثاني باش نفوتوا البارتي. باش سي طمن كولي. واذا كان لا قدر الله نبلو بونتو نصعبوا على رواحنا مباراه ونجموا ما نرجعوش حتى في البارتي. باهي عمر، باش نرجع لك بعد شويه، باش نرجع لك لهنا قبل ملاعبين نشوفهم يظل يبدا الاطار الفني واحده يخرج من الفيسير. زبير، كان نمشيو مع الحكم، تحس انه الاربيتر اليوم، واحنا كنا لهنا ما تسمع من الاربيتر باعتباره يحكي باللغه الفرنسيه، ديزيفو دوماج، تحس بالاربيتر زاد راهو وتر اعصاب الملاعبيه كما كريم دلهم على اعصاب وحسين شعبان. نشوف نفس الشيء بالنسبه لعبد الغفار فرج الله، معناه ملاعب يتي على ارضيه ميدان ثلاثة دقائق يتم اسعافه، وتعرف قانون واضح جدا، وحتى كلمت سي فتحي بوسته قال لي اوتوماتيكمون يلزم النقاله تدخل وتخرج الملاعب هذايا. صحيح، هذا صار، وانا محب علق عليه عمر، ما حبيتش نعود للتكرار، نعود نعلق. صحيح الحاجه اللي طار الفني الكل قام، اللي طار الفني ولا على اعصابه. صحيح، انا دور اللي طار الفني يلزمه يركح الملاعبيه نتاعو، يكلمي الملاعبيه نتاعو ويخليهم لهين بالكوره فقط، ودور الاربيتر عند المسؤول وعند كريم دلوم واللي طار الفني. صحيح انا استغربت، حاجه غريبه اول مره نشوفها، وين يتيح ملاعبي يصير النقاش بينات بعضهم، ما نعرفش انا بعيد اش قاعدين يحكيو مع بعضهم، يداويوه ياخذ وقته الطبيب نتاعهم في عقل عقله، في كل فوت فما دقيقتين ثلاثه، والاربيتر على فكره يعني ما عطاه البلانكار مره برك دخلت الا ما تخلوا الجيش دوتوش كلمه المساعد الثاني تخلوا كلمه باش يقول له راهو يلزم بلونكار تدخل. باهي، احنا تو براتيكمون ملاعبيه بداوا يخرجوا على ارضيه ميدان. قبل ما نمشي بعد شويه مشاهدينا الكرام على الوطنيه الثانيه مع حافظ مع مراد الرنان، عمر مكان انت كريم، اي قول الكلمه سيدي. راهو هذايا قانون دولي، راهو نقراو فيه قانون دولي، البلونكار مش يعطيك 30 سكوند، اذا دخل البلونكار يعطيك 30 سكوند اصابه واحد، انت اذا كان مش تداويها على الميدان في اصابه كيما هناك مش تتطلب على الاقل دقيقه الاصابه نتاعو على الاقل باش يداويوها بكل شيء، ومعناها هذه غلط كومبليتمون. اللهم الحكم اذا شافوا ان فريمون اصابه بليغه جدا، صحيح تدخل على الميدان وقتها يلزم تصير، سينو يلزم البلونكار ويلزم يخرج لبرا. وكريم تلوم انا هاكا يتفرج تو فينا تو جمهور السي اس اس وقلعه الجديد، هو نورمالمون يلزم كلمه خير في الجمهور هذايا اللي قاعد ورانا، اللي فريمون يستاهل كل خير وقاعد يشجع في الجمعيه نتاعو. اكيد هذا ماهوش غريب على جمهور نادي الرياضي صفاقس، لقيناه ديما في كل المحن وفي كل النادي الرياضي صفاقس، وان كانت عنده مشاكل كبيره ما لقينا الا الجماهير هذه هي اللي تساند وهي اللي تضرب وهي اللي واقفه لاخر وقت، وان شاء الله يكمل يواصل معنا تو الشوط الثاني على الاقل يدز. اعطيني الكلي المفتاح تو محمد صالح، مفتاح نسلموا عليه المفتاح شنو هو تو؟ شوف الكلي مفتاح هو ان اول حاجه يلزمها سيكيورتي اون ديفونس، معناها رد بال معناها ما نعملوش اغلاط كبيره، وثاني حاجه يلزمهم الكلي هما العشر دقائق الاولانيين يلزمهم يسجلوا هدف باش يفهموا المباراه. زبير، شوط ثاني مهم جدا، الملاعبيه براتيكمون الكل على ارضيه الميدان، شو يلزم الملاعبيه سي اس اس؟ بالطبيعه اول حاجه اللي لاحظته في الشوط الاول انهم ما كانوش اجريسيف على المنافس في الميليو تيران، هنا في الشوط الثاني يلزم الملاعبيه الميليو تيران يكونوا اجريسيف اكثر من هكا على الادفيرسير، ما يلزمش يخلي بينه وبين الملاعب 3 4 متر باش ما يوصلوش روتار، ويلزم كيما قلت لك نلعبوا على الرواق الايمن وعلى الرواق الايسر، ويلزمنا نسجلوا الهدف الثاني ان شاء الله. كو انتصار وهذا يمين وانا بيناتكم الاثنين، وانا الكره مش عاديه طول، حافظ قاعد يستنى فينا الان لانطلاق الشوط الثاني من لقاء نادي صفاقسي فاسيلا الاثيوبي بمعيه محللنا الفني مراد الرنان، تفضل يا حافظ. شكرا لك.